وللمزيد ينضم إلينا لواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. دكتور هشام، يعني محطات رئيسية عن تحرير سيناء بداية من الحرب حتى السلام، المفاوضات والتحكيم الدولي، وهو مؤكد قدرة وقوة الدولة المصرية سواء كان عسكريا أو سياسيا وأيضا قضائيا ودبلوماسيا، ولكن أبرز تلك المحطات التي دائما ما تتوقف عندها. أولا هي محطات مهمة جدا خاصة للأجيال الحالية، يمكن ما حضرتش وعاشت هذه الأحداث. المحطة الأولى هي حرب 73، وهذه الحرب الحقيقة بكل برعتها في التخطيط والتنفيذ غيرت الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي تجاه مصر، أنه يتحول إلى مبدأ مهم في المفاوضات وهو الأرض مقابل السلام، وكانوا رافضينه قبل كده. وده اللي يقودنا للمحطة الثانية، وهي حصلت مفاوضات مهمة جدا بدأت بكامب ديفيد وانتهاء بمعاهدة السلام على هذا المبدأ، وترتيبا عليه خدنا واستردينا سيناء. النقطة الثانية وهي نقطة أيضا مهمة، وهي استرداد طلب التحكيم عشان عليها خلاف، واستردت مصر وترسمت حتى الحدود الدولية بالتحكيم في هذه النقطة. النقطة الرابعة المهمة جدا هو النجاح في مكافحة الإرهاب، ودي الحقيقة كانت محطة بدأت من 2011 وانتهاء بالعملية سيناء 2018 وآتت ثمارها، ويعني في دول يمكن كبيرة ما قدرتش تاخد هذا الوقت القليل، قعدوا عشرات السنين وما تخلصوش منه. الأربع محطات دول كانوا أساس لمشروعات التنمية، يمكن حضراتكم ينوهتوا عنها. نعم، يعني مكافحة الإرهاب والتنمية في سيناء، الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت هي نجاحات قامت بها القوات المسلحة، وأيضا مكافحة الإرهاب تضحيات من قبل القوات المسلحة ورجال الشرطة. كيف نجحت الدولة المصرية في تحقيق هذه المعادلة؟ الحقيقة معادلة الإرهاب معادلة صعبة، لأنه هو بترعى دول عابر الحدود، بتاخد وقت طويل جدا، وهذا الشكل من الحروب غير التقليدية. لكن الحقيقة القوات المسلحة المصرية استوعبت هذا الأمر بمنتهى السرعة والاحتراف في التخطيط والتنفيذ، وزي ما حضرتك تفضلتي اشتركت معها الشرطة المصرية وأيضا القطاعات المدنية في الدولة، كانوا جزء أصيل من النجاح في مكافحة الإرهاب. الحقيقة كان أساسه نقط مهمة، وهو البعد القانوني، وده بعد حاسم وحاكم، أيضا عدم المساس بالمدنيين وممتلكاتهم، والبعد الإنساني و الدعم الـ بكل أشكاله للمدنيين في مناطق مكافحة الإرهاب. ونجحت الحقيقة بصورة كاملة هذه المكافحة، مش بس في سيناء لكن على أرض مصر كلها. والحقيقة كانت الفلسفة المهمة جدا وهو تأمين سيناء باستعداد القوات المسلحة، وده أمر موجود وواضح وحاكم وحاسم ورادع أيضا. إضافة نقطة تانية بقى، هي التنمية الشاملة، الدفاع عن سيناء بالتنمية، وده مسار مهم جدا. واتسمت التنمية الحقيقة بسمات مهمة جدا حولها، يعني بشكل استراتيجي هو تنمية مستدامة، وده مبدأ مهم. الأنفاق والطرق والمطارات والمواني دي بتراعي حق الأجيال الموجودة وحق الأجيال القادمة. أيضا في مجالات متعددة، كنا شفنا المجالات منها المجال الاقتصادي بكل أبعاده، المجال الاجتماعي وهو بعد اجتماعي هام في التنمية، منه التعليم والصحة والإسكان والتجمعات التنموية السكنية والزراعية. أيضا اشتراك كل مؤسسات الدولة، يمكن منها القوات المسلحة المصرية اللي مشتركة بعدد كبير من المشروع، من المشروعات 460 مشروع في كل المجالات الحقيقة. نعم، لما يعني الحقيقة لم يتم إغفال أي من مجالات التنمية. اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.